في أحوال الطقس أكد الديوان الوطني للارصاد في نشره جويه خاصه ان رياحا قويه في شكل عواصف تهب اليوم على غرب ووسط البلاد مع ترقب لتساقط الامطار على المناطق الشماليه بدءا من ليله اليوم الاثنين. الديوان الوطني للارصاد الجويه توقع تساقط ثلوج على بعض المرتفعات وقمم الجبال بوسط وشرق الوطن